ترتقي القمة العربية في دورتها العادية 30 في تونس إلى مستوى الحدث الكبير بسياقات سياسية ودبلوماسية واقتصادية فارقة ضمن منظومة العمل العربي المشترك، ما يجعل منها انعطافة هامة تفرضها مقتضيات المرحلة بتحدياتها المتنوعة. ومع اكتمال وصول الزعماء والرؤساء والملوك العرب المشاركين بالقمة في العاصمة التونسية، تحمل هذه القمة جعبة من القضايا والملفات سعيا لتعزيز العمل العربي المشترك وبحث مواجهة القضايا والتحديات الراهنة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمات في سوريا وليبيا واليمن. ورغم كل التحديات التي تواجه المنطقة العربية، إلا أن دحر ما يسمى بتنظيم داعش في العراق يظل أيقونة تلك الدورة لما يترتب عليه من القضاء على آفة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره. ومن الملفات الأكثر تعقيدا والتي فرضت نفسها بشكل كبير على جدول أعمال القمة الوضع في سوريا، خاصة في ظل عجز القرارات الأممية على إيجاد حل سياسي لها وفقا لمخرجات بيان جنيف لعام 2012، إضافة إلى قرار الرئيس الأمريكي الصادر مؤخرا بالاعتراف بأحقية الكيان الإسرائيلي في هضبة الجولان. كما ستناقش القمة القضية الفلسطينية وما تواجهها من تحديات تزايدت بشكل ملحوظ في الأونة الأخيرة وأصبحت معها آفاق السلام مسدودة، وكذلك الوضع في اليمن وليبيا وتزايد تكلفتها المادية والبشرية دون حلول سياسية تذكر. قمة تونس والتي تحتضنها عقب 14 عاما من انعقاد آخر قمة فيها، تأمل في استعادة المشهد السياسي العربي بمواقف هادئة والدافع نحو ترسيخ تضامن عربي متين وتوافق سياسي بعناوين واضحة تستند إلى قاعدة العمل العربي المشترك بقرارات حاسمة تخدم تطلعات الشعوب العربية.